عبر الهاتف المهندس محمد الحرثي استشاري تكنولوجيا المعلومات. برحب بك يا فندم. اهلا بحضرتك خلود هانم، وبشكر حضرتك الاستضافه الكريمه يا فندم. اهميه المتابعه المستمره لهذه المنظومه، منظومه العمل بالمراكز التكنولوجيه على مستوى الجمهوريه، على مستوى المراكز ومدن اللي موجوده طبعا في المحافظات. خليني اقول لحضرتك يعني الدوله قطعت شوط كبير جدا حقيقه في اتاحه الخدمات بشكل تكنولوجي، وبسطت الحقيقه يعني كم كبير من الاجراءات. لان خلينا اقول في مفهوم مهم جدا، ان انا لما باجي احول خدمات لازم اعمل اعاده هندسه الخدمه المقدمه لتتناسب ان احنا بنقدمها تكنولوجيا. وده شيء الحقيقه تم بشكل كبير جدا لجهات، احنا شايفين عدد كبير من الخدمات، شايفين كثير من الخدمات بتقدم يمكن من خلال منصه مصر الرقميه. والحقيقه خلينا اقول ان ده ما كانش هيتم لولا ربط الحقيقه الجهات الحكوميه وتبادل وامكانيه تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات. يعني لولا هذا المشروع الهام ما كانش هيبقى فيه قدره على ان احنا الدوله تقدم الخدمات الالكترونيه. وشايفين كمان المراكز المنتشره على مستوى المحافظات، وشايفين يعني الحقيقه ضمن مشروع حياه كريمه، وهو من المشروعات الهامه جدا الحقيقه لاهالينا في ريف مصر وفي المناطق يمكن البعيده، وده تيسيرا وتسهيلا حقيقه للمواطنين هم يقدروا يحصلوا على الخدمه من حتى مكان قريب من اماكن تواجدهم بشكل كبير. وخلينا اقول كمان الحقيقه سياسه يعني احنا شايفين نجاح للاعتماد على او اتاحه الخدمات من خلال قنوات دفع الكتروني، وشفنا حتى التشريعات واللوائح التنفيذيه اللي نظمت هذا العمل، وشايفين ان كثير من الشركات المصريه الحقيقه يعني هنقول استثمرت، هي استثمار برضو جزء منه بيكون داخلي، وهذه الشركات قدرت تقدم خدمات الخاصه بالدفع الالكتروني بوسائل ميسره ومسهله وسهله جدا. شايفين مثلا تطبيق انستا باي اللي بتقدمه يعني البنك المركزي، وازاي سحر يعني يعني قادر يعني عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا، هذا التطبيق انا بعتبره يعني نقول ايه تجربه مهمه جدا، وقدرت الحقيقه تنشر ثقافه ان المواطن بكافه الفئات انه يعتمد على تطبيق ويحس او هنا سهوله التجربه او سهوله الاستخدام، شيء مهم جدا. سهوله الاستخدام دي نقطه نحط عليها دي كلمه خطوط كتيره صحيح مظبوط، دي كلمه استخدام. انا لما ببدا ابني تجربه المستخدم واصمم تجربه المستخدم بما تتوافق مع كل فئات المجتمع حتى اهالينا البسطاء، هنخلي زياده الثقه على هذه التطبيقات بشكل كبير، وزياده ما فيش خوف بقى من فكره ان انا هبعت فلوس لحد من خلال تطبيق، وده شيء مهم لان الدوله استثمار يعني زي ما ضيف حضرتك الكريم اوضح ان الدوله بجانب اتاحه الخدمات الكترونيا في نطاق مهم وهو تأمين البيانات والمعلومات، تأمين كافة الخدمات. وعايز أقول حاجة مهمة، يمكن أنا يعني المتخصصين في يمكن أمن المعلومات دائما يتبنوا لا شيء مؤمن 100%، ولكن الدولة أدركت أهمية تأمين البيانات والمعلومات، وإحنا شايفين مراكز البيانات الضخمة، شايفين حتى مركز الوثائق المؤمنة، وشايفين إعمال بالسياسات والمعايير العالمية في تأمين هذه البيانات والمعلومات. ضيفي الكريم كان بيقولي إن إحنا بدأنا في النقطة اللي وقف عندها الآخرون، وده اجتهاد وسعي إنه يكون في تطوير مستمر لهذه المنظومة، لأنه بيانات المواطنين ده خط أحمر وأمن قومي كمان. مظبوط يا فندم، وتأمين البيانات وانا يمكن هعقب برضه وظيفي، يمكن احنا شفنا يعني الشائعه تم تبادلها والاحداث الاخيره يمكن مع احدى الشركات المصريه، واللي احنا كمتخصصين كنا بنؤكد بيانات البنك الحسابات البنكيه مؤمنه واكثر تأمينا وتخضع لقواعد صارمه من التأمين، ودايما بنرفع الوعي. بقى هنا بقى شيء مهم، احنا مهم نرفع الوعي للمواطنين يأمنوا بياناتهم ازاي، لان بعض التسريبات بتحصل من المواطنين نفسهم كمان، فبالتالي هي المنظومه كلها. منصه حضرتك الكريمه بتؤدي شيء مهم انها تبدا توعي الناس زي يحافظوا على بياناتهم ويستخدموا وتزيد الثقه في الاقبال على الخدمات التكنولوجيه. وفكره ان احنا بنلاقي، انا عايز اذكر حضرتك حاجه مهمه جدا،
احدى الخدمات التكنولوجيه كانت بتقدمها وزاره الكهرباء اقبل عليها كثير من ريف مصر ومن خلال التطبيق والمنصه اللي كانت موجوده. طب هل ده كان يعني شيء انا بالنسبه لي شخصيا كان شيء صادم، يعني انا ما كنتش متخيل ان الاقبال في طلب الخدمات الالكترونيه يجي من اهالينا في مصر. فبالتالي مصر وصلت لمستوى ممتاز وجيد جدا في فكره الاعتماد على والثقه في طلب الخدمات الالكترونيه، وهناك من المزيد بقى من الجهد والاستثمار في ذلك، لان دائما مصر مكان متميز استثمار. احنا بنتكلم هنا على الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي ده شيء مهم جدا تحتيه كل الحقيقه النطاقات اللي هنتكلم بقى منها عن خدمات، شركات بتطلع عشان تقدم خدمات وتتكامل معاها، مواطنين بيطلبوا الخدمات الالكترونيه وهكذا. طيب المتابعه بقى الميدانيه لاداء المراكز التكنولوجيه في توفير الحلول والبدائل المناسبه لتلقي الخدمات بصوره لائقه تعود بالنفع على المواطن، شايفها ازاي واهميتها؟ ده نطاق اساسي، واحنا بنصمم اي خدمه تكنولوجيه لازم اقيم حتى بنسميه الفيدباك او الراي اللي جاي من المستخدم. فبالتالي برضو نفسها المراكز الخدمات التكنولوجيه مهم ان احنا نقيم راي المستخدم، نعمل استبيان واستطلاع راي، ناخد اراء الناس. طب انتوا شايفين ايه العقبات اللي بتقابلكم وانتوا بتطلبوا الخدمه؟ على فكره ده في المركز او حتى على التطبيق او المنصه اللي بتقدم الخدمه، مهم ان انا اقيم الخدمات بحيث ان اوصل لمرحله من مراحل الرضا في تقديم في الحصول على الخدمه او طلب الخدمات. ليه؟ عشان تقديم الخدمات التكنولوجيه عمليه مستمره، مش مجرد ان انا بقف ان انا بقدم خدمه فقط، ده انا باخد الراي المستخدم او المواطن، وبالتالي ابدا احلل البيانات والمعلومات اللي جايه لي وابدا احسن واطور في الخدمات في نسخ. حتى في التطبيقات بنقول احنا عندنا نسخه واحد ونسخه اثنين، النسخ الاخرى هي فيها تحسين وتبسيط في تجربه المستخدم او تجربه الحصول على الخدمات. فده شيء مهم جدا، مهم جدا حتى ان انا يبقى عندي متخصصين او ادارات متخصصه انها تتابع الخدمه في المركز التكنولوجي او على المنصات التكنولوجيه، وابدا اخد الكم اللي جاي من الراي وابدا استخدمه من خلال ادوات التكنولوجيا، تبدا تحلله وتديني استنباطات وتديني الحقيقه يعني تقترح عليا الافضل في تحسين وتطوير الخدمه. والحمد لله احنا عندنا مشروعات شايفين جزء منها بدا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي اللي هيسهل علينا جدا ان الخدمه تتطور حتى ذاتيا فيما بعد، اللي بنسميها السوبر ابلكيشنز او يعني السوبر ابس، اللي هي برضو الدوله حطاها في خارطه الطريق انها تبدا كل الخدمات تبقى من خلال السوبر ابس.